معتز مرحبا. باسل، ايه الاخبار؟ الحمد لله. تعرفنا على نفسك شوي. اوكي، انا معتز سليمان. كنا اتخرجت من الجامعه 2012. قبل ما نتخرج في اخر سمستر من الجامعه كنا ابتدينا انستا باج. كنا ابتدينا الاول كنا بنتست تكنولوجيز كتيره، كنا شغالين في حاجات كتيره. ابتدينا نشتغل فعلا على يعني على انستا باج، وقررنا ان احنا نشتغل ونسميها انستا باج. ده كان في فبراير السنه دي، بس احنا كان بقالنا 14 شهر اوريدي كنا شغالين على التكنولوجيز نفسها، بنديفلوب التكنولوجيز اللي احنا عندنا. يعني تفزت بالام اي تي كومبيتيشن مش هيك؟ اه بالظبط، ده كان في ابريل السنه دي برضو. كنا بعد ما يعني كنا عملنا ريليس للبرايفت بيتا في نص ابريل، وعملنا وكسبنا الام اي تي بعدها ب 10 ايام تقريبا. غيرت البيفت من وقت ما فزتوا او نفس البرودكت او شو كانت التحسينات؟ لا، احنا كنا عملنا البيفت قبل ما نكسب على طول ام اي تي. بعد الام اي تي كنا عملنا ريليس بقى للبابليك بيتا بتاعتنا، ده كان في جولاي 10، اللي هو من شهر ونص تقريبا. طبعا احنا كعرب كثير بنحب يعني نفتخر نشوف ستارت ابس من العالم العربي. ربنا يخليك. كيف بنحب نعمل الحمد لله. هي الصدى اللي اخذتوه هون بالايفنت، شو الاستفاده اللي استفدتوها بوجودكم هون اليوم؟ اكيد. لا طبعا الايفنت هنا ده بالنسبه لنا بيرفكت، عشان يعني عامه من ساعه ما جينا حاسين ان احنا اللي هو ذا سنتر اوف ذا ايرث، هو هي ده المكان اللي احنا بالظبط اللي احنا بنتارجت الديفلوبرز، الناس اللي هم بيعملوا ابلكيشنز. مش هنلاقي مكان فيه دنسيتي اكتر من هنا، فسبيشلي كمان بقى في الايفنت بتاع كرانش. فاحنا يعني كفايه حتى الستارت ابس اللي في الستارت اب بالي كلهم حتى كلهم يعني بوتنشال كاستمرز لينا. ف يعني ده كان ده اللي هو البيرفكت بليس بالنسبه لنا ان احنا نكون موجودين فيه. يعني طب نرجع خطوه لورا، تحكي لنا ايش هو انستا باج؟ اوكي، انستا باج هو باج كمان تو ديمونستريت. بالظبط، هو باج ريبورتنج تول. فكرته ان هو بيسهل الكوميونيكيشن ما بين الديفلوبر والتستر. ففور اكزامبل دي از سامبل اب. لو انت بتستعمل الاب دي دلوقتي، وفي لو تاخد بالك في هنا نمبر از ميسنج، فهنا في باج في الاب. البروسيس الطبيعي اللي كان بيحصل ان التستر كان بيضطر ان هو كان بياخد سكرين شوت من الاب، وبعد كده بيقعد يبعتها في ايميل للديفلوبرز عشان ويقعد يشرح فيها الديتيلز بتاعت اللي حصل وهو بيستعمل الاب لحد ما حصل الباج دي. دلوقتي انت تقدر ان انت تريبورت الباج دي بان انت بس بتشيك الديفايس. فانت وانت بتستعمل الاب مش هتقفل الاب ولا اي حاجه، هتشيك بس الديفايس كده، هيجي لك سكرين شوت تقدر تهايلايت بقى الحته اللي انت عايز تقولها. فانت لو عايز تقول مثلا ان انت هي المشكله هنا، فانت تقدر ترسم زي ما انت عايز، تقدر تغير اللون، تهايلايت ان المشكله هنا بالظبط، تقدر تاد تكست تقول مثلا نمبر missing او whatever. بعد كده يبرس send. اول ما تبرس send كده فيدباك خلاص يسند، وي كان كونتينيو يوزنج دي اب بقى عادي خالص كان ما فيش حاجه حصلت. يعني فانت بتبعت الفيدباك من جوه الاب نفسها، واحنا في الباك جراوند بتاع الاب بنقدر نبعت بقى للديفلوبر ريبورت كامل بقى عن الانفايرمنت بتاعت اليوزر، ان هو مش بس السكرين شوت والتكست، لا كمان بنبعت له بقى اللي هو الديفايس اللي بيستعمله نوعه ايه، الستبس اللي عملها في الاب لحد ما بعت الفيدباك، النتورك اللي كان كونكتد عليها، اللوكيشن بتاعه، كل الديتيلز اللي الديفلوبر محتاجها عشان يتريس الباج دي بعد كده اسهل. طب التسترز والديفلوبرز اللي انت بتتعامل معاهم اغلبيتهم بالعالم العربي ولا عندكم هنا برضه في اليو اس في تراكشن؟ او احنا من قبل حتى ما نيجي هنا، من ساعه ما احنا كنا في يعني من ساعه ما عملنا الريليس بتاعنا واحنا كنا في الموست يعني المكان اللي فيه اكتر ساين ابس عندنا على الويب سايت كانوا من امريكا من هنا، فهو معظمهم كانوا من برضو من اللي هي سيليكون فالي وسان فرانسيسكو، هي الحته دي اللي فيها الديفلوبرز كلهم. يعني كمان لما جينا بالظبط طبعا بقى الموضوع زاد قوي. يعني هو عشان احنا بقينا بنحضر ايفنتس كتير وبنحاول نسبريد ذا وورد على قد ما نقدر، يعني فده زود الحمد لله التراكشن اللي جالنا. يعني كستارت ابس يعني طالع من العالم العربي ومصر تحديدا، بالذات بالوقت الصعب اللي مصر بتمر فيه هلا، كيف بتلاقي انتم يعني وجودكم بمصر وكمان تكون جلوبال كومباني، يكون مثلا وجود هون في سان فرانسيسكو بي اريا، هل عندكم اي مخططات او عندكم سيلز اوفيس او ليزون اوفيس او شيء من القبيل؟ هو احنا ما كانش عندنا البلان دي خالص. يعني كانت في الاول كانت البلان ان احنا كنا هنيجي نقعد شهر مثلا هنا، وبعد كده هنبقى نرجع يعني مش هنحتاج ان يبقى لينا فيزيكال بريزنس هنا، بس لا لقينا ان احنا يكون لينا بريزنس هنا دي لا مفيده جدا. فاحنا التكنيكال تيم او يعني موست اوف ذا تيم مش يعني مش هنقدر نافورد ان احنا نموف التيم كله لحد هنا. فاحنا يعني واحنا عجبنا فكره ان احنا نكون من مصر، يعني احنا دي مش حاجه ان احنا عايزين نمشي من مصر وخلاص، لا احنا هنفضل التيم بتاعنا في مصر. هيبقى احتمال ان احنا هنهاير حد هنا يبقى بيعمل لنا بزنس ديفلوبمنت،
انما التكنيكال تيم انا شايف ان في عندنا تالنتس كويسه جدا هناك, والهايرنج تالنتس عامه مش اس كومبيتيتيف اس هنا, يعني هنا الدنيا كومبيتيتيف جدا, فقصاد كده كل حاجه بتزيد يعني. فاحنا عندنا تالنتس كويسه جدا في مصر, واحنا عندنا ريتش كويس في مصر, فاحنا نقدر ان احنا نكيب التالنت دي موجوده في مصر بالديفلوب التكنولوجي يعني. طب اذا بتحكي لي كاوبجكتيفز لكم بالايفنت اللي احنا فيه اليوم, ايش الشغلات اللي تفهموا توصلوا لها؟ هو احنا مين اللي جايين هنا عشان خاطر يعني ده اكتر مكان هنلاقي فيه يوزز بالنسبه لنا, فاحنا جايين نسبريد ذا وورد, نعرف الناس كلها على انستا باج, نقدر نبيتش لاكبر عدد من الناس نقدر نقول لهم. هو احنا التارجت بتاعنا في الفتره دي كلها يوزز اكوزيشن, وده اللي احنا شغالين عليه. ما تحتاجوا تمويل او انفستمنت في المرحله الحاليه؟ في الموضوع بتاع الفاندنج ده الحمد لله الدنيا يعني عندنا ماشيه كويس, عشان احنا كنا بعد ما كسبنا الام اي تي كانت فيها البرايس بتاعتها 50K, فدي كانت كويسه. وبعد كده كمان وي ريز فاند من انجلز جروب في مصر اسمه كايرو انجلز, وفي سي في لبنان اسمه ليب في سي, فاحنا بلس ان احنا كنا في فلات 6 لابس, فاحنا يعني عندنا انفسترز كويسين معانا الحمد لله. احنا بنتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ثانك يو, ربنا يخليك, ربنا يخليك ان شاء الله. شكرا.